أهلا وسهلا بكم في مقرر الهندسة التفاضلية، المحاضرة رقم 3. سوف نتكلم اليوم أيضا عن التمثيل البارامتري لمنحنى. بنتكلم عن أمثلة إضافية بالإضافة إلى المنحنى المنتظم ومتجه المماس. أخذنا في المحاضرة الماضية تعريف التمثيل البارامتري لمنحنى. قلنا أن التمثيل البارامتري لمنحنى هو عبارة عن دالة تفاضلية، اللي هو الألفا من الآي. الآي هي محتوى في الآر، وقد تكون الآر إلى الآر إن، يعني يأخذ عدد يوديه يربطه بمتجه. كل عدد صورته راح تكون عبارة عن متجه. فمثلا في الآر تربيع، المنحنى هو عبارة عن متجه، تفتح قوسين فاصلة، وهنا تكتب المركبة الأولى هي دالة في التي، المركبة الثانية أيضا هي دالة في التي. لو أخذنا الآر، الآر تكعيب، الألفا تي راح تكون متجه في ثلاث مركبات، اللي هي اكس واحد في تي، واكس اثنين تي، واكس ثلاثة تي، يعني ثلاث دوال، وبالتالي فهو ينتمي، المنحنى موجود في الفراغ لأنها ثلاث مركبات، متجه دالة متجهية تتكون من ثلاث مركبات. هنا دالة متجهية فيها مركبتين، إذا تنتمي إلى الآر تربيع، يعني معادلة منحنى موجود في المستوى. الدالة هذه بدلالة تي، تي هو المتغير، تي هو المتغير، كذلك هنا كلها بدلالة تي. أخذنا مثال على دائرة الوحدة، قلنا أن الألفا تي هي عبارة عن ماذا؟ عن كوساين تي وساين تي. أخذنا كذلك معادلة الخط المستقيم، وقلنا أنها تكتب بالشكل بي زائد كيو مضروب في التي. البي هي نقطة على الخط المستقيم، وكيو هو عبارة عن متجه يوازي هذا الخط المستقيم. اليوم إن شاء الله راح نكمل الحديث عن التمثيل البارامتري، ونتكلم عن مجموعة من الأمثلة. هذا مثال واحد، أخذنا القطع الزائد في المحاضرة الماضية، قلنا أن معادلتها هي الـ x تربيع على الـ a تربيع زائد y تربيع على b تربيع تساوي الواحد. لو رسمنا هيكون بهذا الشكل، شكل بيضاوي. لو أردنا تمثيله راح نمثله بهذا الشكل، الألفا أوف تي ماذا تساوي؟ هي عبارة عن الـ A كوساين تي و البي ساين تي، اللي هي عبارة عن مركبتين، وبالتالي هو موجود في الآر تربيع، والتي من صفر إلى اثنين بي. لا
لأنك لو عوضت هذه هي الـ x of t وهذه الـ y of t، نسميها الـ y x1 أو y أو x2 كلها زي بعض، لأن لو عوضنا كان الـ x بـ a كوساين راح تكون a كوساين t كل تربيع على a تربيع زائد نعوض مكان الـ y قيمتها اللي هي الـ b ساين تي كل تربيع على البي تربيع، ماذا يساوي؟ لازم يكون الناتج مساوي للواحد. إذا لما نفك التربيع، إذا أي تربيع كوساين تربيع تي على أي تربيع زائدا بي تربيع ساين تربيع على البي تربيع، الاي تربيع تروح مع الاي تربيع، البي تربيع مع البي تربيع، اذا يكون معنا كوساين تربيع تي زائد ساين تربيع تي، اذا تساوي الواحد. اذا فعلا هذا التمثيل هو عبارة عن تمثيل صحيح لمعادلة القطع الزائد. إذا هذا أول مثال. طبعا الفرق في دائرة الدائرة أو في الدائرة هي عبارة عن حالة خاصة من القطع الزائد عندها يكون الـ AB الـ A يساوي الـ B، وبالتالي أخذنا المرة الماضية إنه لما يكون الألفا T تساوي A كوساين T و A sin T هي عبارة عن دائرة مركزها صفر صفر ونصف قطرها الـ A. طبعا لما يكون الـ A يساوي الواحد راح يكون تكون هي عبارة عن دائرة الوحدة. المثال الثاني هو عبارة عن اللي هو القطع الناقص. القطع الناقص معادلته هي الاكس تربيع على الاي تربيع بدل الزائد ناقص واي تربيع على البي تربيع يساوي الواحد. لو رسمنا راح يكون بهذا الشكل، وبالتالي يمثل بدالتين اكس واحد تي اكس اثنين تي. نبحث عن دالتين بحيث لو عوضنا مكان الـ x ومكان الـ y راح يكون الناتج فعلا مساوي للواحد. طبعا هنا راح يكون الـ x واحد t هو عبارة عن الكوش اللي هي الدالة الزائدية كوش t، والـ t x اثنين هي عبارة عن السينش تي، يعني الألفا تي هي عبارة عن كوش تي سينش تي. السبب لأن طبعا المفروض تكون مضروبة في هنا في الـ A وهنا نضربها في الـ B. لو عوضنا يكون عندي الـ A كوش T تربيع على A تربيع ناقص الـ B سينش T موزع التربيع
ومعلش ناقص بي تربيع سنش هذا في الاي تربيع مع الاي تربيع، البي تربيع مع البي تربيع. اذا كل لدينا الكوش تربيع تي ناقص سنش تربيع تي. طبعا هذا قانون مشهور يساوي ماذا؟ يساوي واحد. وبالتالي هذا هو التمثيل البارامتري للقطع الناقص. طبعا لأن الكوش تربيع استخدمنا هنا الكوش تربيع تي ماينس السنج تربيع تي تساوي الواحد. هنا استخدمنا اللي هو القانون اللي هو الشهير كوساين تربيع تي زائد ساين تربيع تي تساوي واحد. المثال الثالث اللي هو القطع المكافئ. طبعا لو اخذنا الواي تساوي الاكس تربيع، بهذا الشكل هذا هو الواي يساوي الاكس تربيع. طبعا لما نمثل ب هنا نكتب x وهنا الواي. طيب الواي هي عبارة عن من القانون، الواي هي عبارة عن x تربيع. الواي هي x تربيع. x ممكن استعيض عن بماذا؟ ب t. وبالتالي شيل الاكس وحط تي. اذا اصبح عندي تمثيل القطع المكافئ هو عبارة عن التي و التي تربيع. وبشكل عام طبعا حيث التي تنتمي الى الار، بشكل عام إذا كانت لدي الدالة y تساوي ال f of x يمكن التعبير عنها ب alpha of t تساوي نفس الشيء x و y. أستبدل ال x بقيمتها هي f of x، وبإمكان ال t لأني دائما أستخدم t كباراميتر فممكن أكتب T و F of T. وبالتالي أي دالة تكتب بالشكل Y يساوي F X على طول بإمكاني بشكل سهل إني أكتبها Alpha of T تساوي T of T. مثلا Y تساوي X تكيب، إذن هذه يمكن أمثلها بالشكل T و T تكيب، حيث T ينتمي إلى الار. واضح ان الالفا انها تروح من الار الى ار تربيع. احنا نعرف اصلا الواي تساوي الاكس كيب انها موجوده في المستوى. كذلك الواي تساوي اكس اس 4 ناقص اكس، هذه يمكن تمثيلها بالشكل T و T أس 4 ناقص T. كذلك الواي تساوي
جذر إكس بإمكان أكتبها بهذا الشكل، ألفا أوف تي تساوي تي جذر تي. طبعاً تي هنا ينتمي إلى R، تي ينتمي إلى R. مثال رقم 4، اللولب الحلزوني. طبعا اللولب الحلزوني يسمى الهيليكس، من الأمثلة الشهيرة في الهندسة التفاضلية. لو كان لدينا اسطوانة ولدينا جسيم يسير على سطح الاسطوانة بهذا الشكل، طبعا من الخلف بهذا الشكل، ثم وهكذا. يعني كأنه منحنى بهذا الشكل. طبعا طول هذا هو عبارة عن نصف القطر قاعدة الاسطوانة، بينما لدينا الارتفاع العمودي هذا راح يكون البي. إذا بالتالي الألفا أوف تي اللولب الحلزوني هو عبارة عن الـ A كوساين تي و A ساين تي، اللي هو هذا عبارة عن تمثيل البارامتري القاعدة في مع الـ B تي. طبعا هذا واضح انه ينتمي الى التكييف، لأن لدينا ثلاث مركبات. حيث الـ A لا يساوي الصفر وكذلك الـ B لا يساوي الصفر. هذا المثال راح نستخدمه باستمرار، اللي هو يسمى الهيليكس أو اللولب الحلزوني. الآن راح نتكلم عن المنحنى المنتظم. نقول عن المنحنى ألفا تي ألفا من الـ I إلى الـ Rn أنه منحنى منتظم إذا كان ألفا شرطة T لا يساوي المتجه الصفري. أكتبه بهذا الشكل يمثل المتجه الصفري. طبعا نعلم انه الالفا تي هو عبارة، لانه الالفا من الاي الى الار ان، يعني لدينا ان من المركبات اكس 2 تي الى الاكس ان تي. عندها الالفا شرطة تي ماذا يساوي؟ اكس 1 تي نوجد المشتقة، هي عبارة عن مشتقة كل مركبة على حدة. طبعا
للتأليف يقول إنه يجب أن يكون لا يساوي. إذا كان الألفا شرط لا يساوي المتجه السطحي، إذا نشترط إنه لا يساوي المتجه الصفري. المتجه الصفري يعني كل مركبة فيه مساوية بالصفر. اللي هو المتجه الصفري. وبالتالي يجب أن تكون واحدة من المركبات لا تساوي الصفر. أي أن الـ xi of t لا تساوي الصفر، واحدة منها على الأقل لا تساوي الصفر. إذن هذا هو تعريف المنحنى المنتظم. أما إذا كان واحدة منها تساوي الصفر، الكل يساوي الصفر، فإننا نسميه منحنى غير منتظم. نأخذ مثال. مثلا المنحنى اللي هو دائرة الوحدة ألفا تي تساوي الكوساين تي والساين تي. طيب لو اشتقينا، ناخذ المشتقة الأولى راح تكون مساوية الكوساين تي، مشتقتها سالب ساين تي والكوساين تي. هل يمكن أن يكون هذا المتجه مساوي للصفر والصفر؟ طبعا مستحيل أن يكون مساوي الصفر والصفر لكل t. يستحال أن تجد حل المعادلة كوساين t تساوي الساين t تساوي الصفر. لا يمكن أن توجد قيمة للt بحيث تجعل الكوساين والساين كلاهما يساوي الصفر في نفس الوقت. وبالتالي هذا المنحنى منتظم. مثلا الألفا اوف تي تساوي 2 تي تي تربيع. نشتق مشتقة 2 تي ب 2، مشتقة تي تربيع 2 تي. طبعا هذا لا يساوي المتجه الصفري، مهما غيرنا في التي راح يظل الاثنين موجود، وبالتالي لا يساوي المتجه الصفري لكل تي. اذا هذا المنحنى منتظم. طيب لو أخذنا المثال اللي هو الألفا تي تساوي التي تربيع والتي تكعيب، لو اشتقينا راح يساوي الاثنين تي ثلاثة تي تربيع. طيب لاحظ إنه لما يكون التي مساوي بالصفر انتهى الألفا تي تساوي 2 في 0 بصفر و3 في 0 تربيع بصفر. إذن الألفا شرطة تي يساوي الصفر والصفر عندما تي يساوي الصفر. إذن المنحنى غير منتظم عندما تي تساوي الصفر. طيب ما هو متجه المماس؟ ليكن ألفا أوف تي تساوي مثلا نأخذ المنحنى في الفراغ و x 3 t.
ليكن منحنى في الآر عندها اللي هو الألفا شرطة الذي يساوي x1 t شرطة x2 شرطة t شرطة يسمى متجه الماس المنحنى ألفا. ويسمى أحيانا متجه السرعة. المشتقة الثانية ألفا شرطة تي التي تساوي إكس واحد شرطتين تي إكس اثنين شرطتين تي إكس ثلاثة شرطتين تي هذا يسمى متجه التساوي.